صباح الخير، صباح يوم جميل مليء بالتفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق دوما. نحن هنا في منتدى النخبة الثقافية العربية، نتساءل ونفتح المواضيع المهمة ونتناقش ونتحاور. نحن هنا يتعبنا الزيف ولا تقنعنا التعريفات الجاهزة، لذلك دائمي التحاور والنقاش، نتبادل الخبرات لعلنا نصل إلى ما هو أعمق من الإجابات، نصل إلى حقيقة الأشياء الحرة وندركها، بعد ذلك نهديها للعالم أجمع. هذا هو منتدى النخبة الثقافية العربية. اليوم حوارنا عن الطفولة والشهرة. كل الحب لكم ولمشاركاتكم. يوم جميل أتمناه لكم. صباح الخير على الجميع، صباح الخير ست أمل على هذا الموضوع الحيوي الجميل الذي يشبه الصباح، يشبه إشراقة الصباح في الطفولة، إشراقة لحياة البشر، مقدمة البراءة في الحياة، المشروع الجميل الذي يعني أننا نربي زهرة تحتاج إلى الشمس والهواء والتربة النقية لكي تنمو بشكل جميل، وعدم استغلال الطفولة في أي مشروع، لأن الإمكانيات التكوينية للطفل محدودة، تمتد يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، حتى تكبر وتنضج وتستطيع أن تستوعب ما موجود في الحياة، فهي بداية الحياة والنقطة المشرقة والبريئة من الحياة. أتمنى لكل الأطفال في العالم وفي عالمنا العربي السعادة والهناء والعيش الرغيد بعيدا عن كل الضغوطات الحياتية من فقر وبطالة وأمور سياسية وغيرها، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون حالة بؤس في المخيمات. نتمنى أن يخرجوا من هذا القمقم إلى الحياة الطبيعية. ولكم مني خالص الاعتزاز عزيزتي ست أمل وكل الأخوة والأخوات في نخبتنا الراقية. شكرا لمداخلتك دكتورة زاهدة، سعيدة جدا هذا الصباح بسماع صوتك. موضوع الشهرة موضوع حساس، وكل المجتمعات العربية الحقيقة انتشر فيها هذا، ما أدري أسميها ظاهرة أو حالة، أنا ما أعرف إيش أسميها، بس أنا صراحة طرحت الموضوع لما شفت كثير من براءة الأطفال للأسف فقدت، كثير من كرامة الأطفال أيضا فقدت، كثير من احترام حتى لذاتهم فقد للأسف، والسبب هو الشهرة وسعي الوالدين ودج أبنائهم لهذا المسار للكسب السريع للأموال وأشياء أخرى. ولكم مني كل الشكر، وأتمنى من الجميع أنه كلهم يدلوا بدلوة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، سعد الله صباحكم نخبة التميز والعطاء والفكر الجميل. الحقيقة موضوع اليوم أرى أنه مهم جدا كما ذكرتم، وكما طبعا طرحت مديرة الحوار اليوم والمشرفة على المنتدى المهندسة أمل موضوع الطفولة والشهرة. الحقيقة طرحت ثلاثة محاور مهمة، تأثير الشهرة في تكوين الطفل النفسي والعقلي، والمحور الثاني هل يواجه الطفل المشهور الضغط من والديه
ومن متابعيه، وهل يتعامل مع الأطفال بصورة طبيعية. 3 محاور جميلة، أرجو أن نركز على هذه المحاور. حقيقة مهمة جدا أن نركز عليها وأن نجيب عليها، لأن كل محور يحتاج كثير من الشرح وكثير من العطاء القوي جدا. أنا الحقيقة الطفل هو أساس البراءة في الحياة، والطفل عندما يتصرف ببراءته وكطفل نرى فعلا أن الحياة طبيعية جدا، ولكن عندما الطفل يتصرف بتصرفات أخرى غير ذلك، فإن هنا تبعد عنه البراءة وتبعد عنه الطبيعة نفسها. الآن نشاهد كثير من الأطفال الذين فقدوا براءة الطفولة، سواء في العمل، سواء في الشهرة التي الآن استخدموا فيها، سواء في الحروب، سواء في الأسواق، في العمل، في مجالات كثيرة تبعدهم عن مجالهم الطبيعي وهو الطفولة، وهو صغير بحيث له عالمه الخاص، وكلنا مرينا بهذا العالم الخاص. وعندما يبعد الطفل عن عالمه الخاص الحقيقي، فإنه ربما بل بالتأكيد سيغير مجرى حياته. فعندما نربي الطفل فعلا على الطفولة الحقيقية وعلى البراءة وعلى التصرف كطفل، فإنه ينمو نموه الطبيعي الذي خلقه الله عليه. طبعا أنا أرجو أن نبحر جميعا في هذا المجال، وأن نناقش هذه المحاور التي أعدتها المهندسة أمل بحرفية قوية جدا ونادرة، وأسلوب نادر جدا، وجذبت انتباهنا. فأنا أرجو أن يطرح الكل والجميع صوتيا حتى نوثق هذا على قناتنا. حفظكم الله نخبتنا المباركة، ننتظر مشاركة الجميع. السلام عليكم. قبل ما نتكلم عن الطفولة والشهرة، يمكن أنا كتبت بوست وبرضو أحب أوضح اللي أنا قصدته بالبوست اللي أنا بعته، إن في مراحل الطفولة بتتشكل الكثير من الثقافات والأنماط والقيم اللي إحنا لازم نفهمها للطفل أو نغرسها جوه الطفل من بداية طفولته. القيم دي لو لم تتم بطريقة سليمة وطريقة منهجية وطريقة منظمة، قد يكون ليها يعني أثر إيجابي وقد يكون ليها أثر سلبية، لأن اللي بيكتسبه الطفل في طفولته بيمتد معاه لسنوات طويلة، ويمكن في بعض المشاكل اللي بتنجو من نتيجة عدم التعامل مع الأطفال بطريقة سليمة في سن مبكرة، إنها بتخلق لديهم مشاكل بتمتد معاهم لسنوات طويلة، ويمكن تمتد معاهم لحد آخر العمر. دي كانت بس مقدمة عن مدى تأثير القيم والثقافات اللي بنغرسها جوه أطفالنا في بداية حياتهم، واللي بيكون ليها تأثير كبير ودائم على مدار سنوات حياتهم وحتى آخر سنوات من أعمارهم. ربنا يبارك في أطفالنا جميعا ويكتب ليهم الخير. نماذج كثيرة قوي من شهرة الأطفال طبعا بقت متداولة وإحنا شايفينها، و يمكن شهرة الأطفال المبكرة بتتسبب ليهم في يعني بعض المشاكل المستقبلية إن لم تدار هذه الشهرة بطريقة سليمة وبطريقة فاعلة. زي ما قلنا إن السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي ادت فرصة كبيرة إن في بعض الأطفال يعملوا شهرة كبيرة جداً
عن طريق التسويق أو الإعلانات أو التواصل أو الفولورز أو المتابعين. وللأسف الشديد إن في بعض الحالات عندنا هنا في مصر برضو يمكن موجودة على اليوتيوب وموجودة على الإنترنت، إن بعض مجالات هذه الشهرة أخذت أصحابها إلى آفاق بعيدة جدا، ووصلت ببعض الفتيات إن هم يستغلوا هذه الشهرة في أعمال يعني خارجة عن الإطار المجتمعي السليم، مما تسبب في إن يعني في قضية مشهورة في مصر، فتاتين تم سجنهم فعلا نتيجة إن هم نتيجة الشهرة المفرطة جدا من بداية حياتهم، ويعني وصلهم لنوع من الغرور ان هم بدأوا يعملوا اعمال ضد تقاليد المجتمع المصري والعربي، مما او ما يعرف بخدش الحياء العام والخروج عن الاعراف والتقاليد، مما تسبب في ان هم تعرضوا للمحاكمة وتعرضوا للسجن فعلا. بالنسبة لشهرة الأطفال، طبعا كلنا عارفين ان كان ليها يعني في محطات كتيرة قوي لشهرة الأطفال، وخاصة في مجالات الفن سواء على المستوى العربي او على المستوى العالمي. بعض هذه القصص يعني كتب لها النجاح، ولكن معظم قصص شهرة الأطفال يمكن قابلتها مشاكل كبيرة. في العصر الحديث وفي ظل السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي المنتشرة بصورة كبيرة وهائلة، طبعا بقى في أطفال عندهم يعني أو استغلوا أو وجدوا منصات التواصل الاجتماعي كمنفذ أو نافذة للشهرة، وبقى في أسماء فعلا يعني أسماء كبيرة وبتعمل حتى شغل في الماركتينج والتسويق والإعلانات عن طريق منصات التواصل الاجتماعي. ولسه احنا عندنا يمكن حادث في مصر، شاب توفى من أسبوعين، وهو كان من الشباب اللي بدأوا على منصات التواصل الاجتماعي وعمل شهرة كبيرة قوي، وهو يعني توفاه الله في سن مبكرة جدا. حتى بعض الناس قالوا ده نتيجة الحسد، لأنه هو فعلا كان عمل أموال كبيرة وهائلة من وراء الفولورز اللي عنده والسوشيال ميديا، ويمكن ده اللي خلى الناس تقول ان هو تعرض لنوع من الحسد او يعني الحقد عليه من جانب البعض. شكرا دكتور مجدي على هذه المداخلة الثرية جدا والعميقة. فعلا دكتور، الشهرة لها سلبيات للأطفال كبيرة، وتأثر على حتى سلوكياتهم، لأنهم يواجهون ضغط من الأهل، يواجهون ضغط من المتابعين، يواجهون ضغط، هم أطفال يعني. الشهرة تأثر على الكبار البالغين، فما بالك أطفال. فعن جد أشكرك دكتور. الطفولة ذكرت في القرآن الكريم بمسميات عديدة. قال الله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. والقرآن الكريم يصف الولدان الذين يطوفون بالآنية وهم تحت سن 20، وهذا ما أعلنته هيئة الأمم المتحدة بأن الأطفال هم الذين يكونون تحت سن 18. تسأليني أمل عن الشهرة الأطفال؟ السنة اللي فاتت لما جيت من أمريكا قابلت أحفاد أخواتي سنهم تحت 10 سنوات، فبيسألوني: ست انت عندك فلوك؟ عندك سناب شات؟ عندك تويتر؟ قلت له لا ما عندي. كيف كذا؟ يقول لي انت ما تبي تصيري مشهوره؟ قلت له لا ما بدي اصير مشهوره. قال لي الشهره هذه تجيب فلوس. قلت له كيف يعني تجيب فلوس؟ قال يعني عدد المتابعين عندك لما يكونوا كثيرين، الشركات الاعلانات يعطوك
إعلانات عن منتجاتهم، يصير الناس يتابعوك بكثرة، يصير عندك فلوس. قلت له يعني أنت تبغى تصير مشهور؟ قال إيوه، أنا أبغى يكون عندي فلوس كثير. سعد صباحك وأوقاتك دكتورة هناء. فعلا الأطفال صاروا عندهم هوس الشهرة، يعني أطفال صغار صاروا يتكلمون عن الشهرة وفاهمين بالتفاصيل. وحتى لاحظي الأطفال لما الآن نجي نصورهم، يعني حتى صورة عادية، يعني لما ناخذ نلتقط صورة يعملون حركات عجيبة غريبة، يعني فاهمين الموضوع صح. شكرا لهذه المداخلة الأكثر من رائعة دكتورة هناء. الحقيقة موضوع جميل، واستغلال الأطفال في شبكات التواصل الآن التي نشاهدها، هذه شبكات التواصل الاجتماعي، استغلال الشهرة والتكسب المادي هي إحدى صور الإساءة للطفل نفسه. والحقيقة هذه أظن يعاقب عليها النظام في العالم كما ذكرت الدكتورة هناء، وكما ذكرتم أن النظام يعاقب على استغلال الأطفال. وأحد أكثر الأعراض النفسية والاجتماعية التي تهدد الأطفال مع دخولهم عالم الأضواء والشهرة، حيث أن وجود الطفل كنجم في سن مبكرة يؤثر حقيقة في نفسيته وتكوين العقلي، ويزيد من حالة التوتر والعصبية والقلق والخوف وعدم الأمان لديه. هذا واضح حتى في الصورة التي ظهرت لنا ونشرتها المهندسة أمل، نشاهد ذلك في عيونهم وفي المقاطع التي نشاهدها في اليوتيوب. والأطفال هؤلاء الذين انشهروا كذلك يظهر أيضا الضغط الدائم الذي يتعرض له من الأسرة والمتابعين ليبقى في دائرة الشهرة وتحقيق عوائد مالية. هذا له تأثير قوي 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 جدا على نفس الطفل. يا ليت حقيقة نتحدث عن هذه المحاور وعن الشبكات والمواقع الإلكترونية التي تظهر لنا أطفالا في عمر الزهور يواجهون ضغوط كبيرة في الخروج إلى الجمهور على أنه وظيفة أو مهنة دائمة وليس فقط هواية محدودة في التعبير الذي ينمي الشخصية وينعكس على سلوكها ثقة وإبداعا، حيث ينقل هؤلاء الأطفال مشاعرهم ودق تفاصيل حياتهم وهم تحت الضغط والإذعان أحيانا ممن يفرض عليهم أقوالا أو سلوكا معينا، وتشتيت أولوياتهم في النظرة إلى الحياة على أنها معارف قبل أن تكون مهارات، وكل ذلك للبحث عن الشهرة والزيادة عن المتابعين لحساباتهم وتحقيق العوائد الإعلانية مستقبلا. هذا الحقيقة يعني موضوع خطير جدا وموضوع ثري جدا، أتمنى الجميع أن يشاركنا في هذا الموضوع. حقيقة أنا لفت انتباهي هذا الموضوع من وقت إعلانه البارح إلى الآن، وأرجو فعلا أن نركز على هذا الموضوع. وأنا بفكر في الموضوع اللي إحنا بنناقشه اليوم واللي تم طرحه من باشمهندسة أمل، حضرني موضوع كنت بفكر فيه فعلا من فترة عن فيلم شهير، وده الموضوع ده عن الآثار السلبية لشهرة الأطفال. فأنا حضرني وكلنا نعلم يعني أو كلنا أكيد شفنا الفيلم الشهير هومان لون أو وحدي في البيت، والطفل الصغير اللي كان موهبة أكثر من رائعة. طبعا الطفل ده كسب ملايين من وراء يعني هذه الشهرة وهذا الفيلم وهذا الإبداع، وأعتقد إن الفيلم ده اتعمل له جزء تاني وجزء تالت، وكان مكسر الدنيا في الأوساط الفنية والسينمائية والعالمية والعربية. الطفل ده كانت نهايته أكيد كلنا يعني قرينا عنها، إن هو إحنا ما شفناهوش لما كبر وما شفناهوش في أفلام تانية، وأصبح مدمن مخدرات وقضي عليه تماما. أنا بس حبيت أدي المثل ده كتعبير عن الآثار السلبية لشهرة الأطفال. دايما شهرة الأطفال
حتى لو تمت لابد أن تتم في إطار علمي ومنهجي وأخلاقي ومدروس، لأن أي خطأ في توجيه الطفل في سن صغيرة وخاصة مع الشهرة هيتسبب في كوارث سيعاني منها الطفل مستقبلا، زي ما أنا أوضحت في المداخلة الأولى بتاعتي. ولذلك لابد أن يكون هناك نوع من الحرص الشديد في التعامل مع الأطفال وخاصة في مجال الشهرة، ومحاولة التخطيط السليم لحياتهم ومستقبلهم في إطار علمي ومنهجي. ويمكن بعض يعني المطالب مثلا ان يكون في الطفل المشهور دايما يتم عرضه على طبيب نفسي علشان دايما يشوف توجهاته الشخصية والنفسية والاجتماعية ماشية ازاي، ويقدر يوجه الاهل لو كان في اي نوع من الخطأ. جيتي على الوتر الحساس، التصوير، وما أدراك ما التصوير. فالتصوير بالنسبة للأطفال ما يدل على حب الظهور. يعني كنا إحنا في مناسبة في اليوم العالمي للشباب العالمي، وكنا عارضين المعرض في أحد شوارع الجامعة فيرجينيا تك، وحضروا الأطفال مع أبهاتهم ومع والأخوات الصغار يعني، ونزلت وقتها مطر في العصر، فإحنا الكبار كلنا رحنا تحت المظلة عشان لا نتبلبل. وكان المصورات بيصور مصورات مصور النادي السعودي، فقال لهم يعني نبغى صور تطلع في الفيسبوك. ما شفتهم إلا كلهم اتصفوا الأطفال، وكل واحد يبغى صورة لوحده، ما يبغى صورة جماعية، يبغى يعمل حركات كده. وديناهم إحنا القبعة اللي هي من ترتر، ولا هي كده فيها لمعة، القبعة اللي عليها KSA I love Saudi Arabia، فعجبهم يبغوا يتصوروا، ما همهم المطر نزلت بتبلبلهم. فتذكرت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقول انه هذا المطر حديث العهد، فلما يمسنا المطر يعني يجيب لنا الفرحة، يجيب لنا البركة. فالاطفال هذا شعورهم الفطري بالجمال، باني انا اطلع في الصورة حلوة، اطلع كده يعني بحركة طيبة، فهذا يعني من الذكاء العاطفي، من الذكاء الوجداني. فليس حب الظهور، أنا ما أسمي حب الظهور، لكن يحتاج بس توجيه إنك أنت يعني لا تطلع يعني في الفيسبوك أو في السناب شات أو في الفلوج وأنت بتتكلم كلام يعني غير مفيد. فما شاء الله تبارك الله، يعني في أطفال مشهورين بيتكلموا كلام الكبار، يعني كلام كله حكمة وكله بعد نظر، لكن إحنا نوجههم إنه ما يكتروا من هذا من التصوير الغير غير مرغوب أو غير مفيد. هذا هو دورنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على حضراتكم جميعا، النخبة الثقافية، المحترمين والمحترمات، أحييكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بشكر المهندسة الفاضلة المهندسة أمل على اختيار هذا الموضوع المتميز الواقعي اللي بيلامس حاليا الواقع بشكل مكثف جدا. مداخلة الحال بالنسبة للمهندسة أمل، احنا هذا الموضوع شهرة الأطفال أنا أعتقد معنا عدد كبير من الأفاضل والفضليات في النخبة، نقدر نركز على أكثر من محور. الجانب الاجتماعي في حياة الطفل، تأثير الجانب الاجتماعي، ممكن حضرتك بس يعني لو تجاوبينا على الآثار السلبية للطفل بعد ما يكبر أو الطفلة. أنا شخصيا كقانوني أعتقد أن يجب أن يكون هناك تجريم لهذه التصرفات، شهرة الأطفال إلى آخره والمواقع التواصل الاجتماعي. ومن وجهة نظري الشخصية، سواء كانت للكبار أو للصغار، هي فيها جانب تسول، لكن هذا التسول من الناس أحيانا بيكون غير منضبط، لازم يقنن، لازم يكون لي ضوابط، لازم يكون لي عقوبات. إزاي نطلع ابني النهاردة يبدأ يعمل محتوى؟ إزاي النهاردة هذا المحتوى ده مضمون ولا لأ؟ فالأمر أعتقد محتاج رقابة أكتر من جهة،
وأنتظر من حضرتك الإجابة على الآثار الاجتماعية على الأسرة والمجتمع بخصوص هذا الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد على هذه المداخلة الأكثر من رائعة. دكتور، الآثار مش فقط يعني اجتماعية أو أسرية. الطفل المدمر نفسيا تحت ضغط الوالدين وتحت ضغط المجتمع، الطفل حيكون فاقد للأمان، طفل عنده يكون دائما في حالة خوف وتوتر. لازم يكون نجم، لازم يكون متابعينه مشاهداته عالية. فتخيل احنا نحمل هذا الطفل كل هذه المسؤولية وهو المفروض يكون في مكان آمن، احنا بهذه الطريقة نرمي الأطفال للنار ونلعب بنفسياتهم البريئة. شهرة الأطفال تنبع من مواهبهم، فالوالدان يكتشفان موهبة أطفالهما في الإلقاء، في الحوار، في المناقشة، في التمثيل، فهذا من مسؤولية الوالدين. في الوقت الحاضر في مجال التعلم عن بعد سيظهر كثير من المواهب في مرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي، بل مرحلة رياض الأطفال. فعلى منسوبي التعليم الإخصائيين في التكنولوجيا أن يقيموا دورات لتوجيه الأطفال الموهوبين في مجال اللغوي، في المجال الحركي، بناء على استراتيجية مسرحة المناهج. مسرحة المناهج يقصد به إننا نحول المحتوى التقليدي في الكتب إلى أنماط حركية، بصرية، سمعية. فهنا يتوجب على التقنيين أن يستثمروا هذه المواهب الشابة الغضة لاستخدام وسائل الإعلام الجديد بصورة جيدة، حتى يكون الشهرة إيجابية وليست سلبية للمجتمع. الحقيقة أشكرك على هذا السؤال الجميل. أنا تفاجأت، يعني رجعتوني أيام الطفولة. أنا دخلت للإعلام وكان عمري تقريبا 7 سنوات، بس كنت محاطة بالرعاية، كنت محاطة بالاحتواء، في احترام للمواعيد، لازم أؤدي واجبات المدرسية. كانوا يعملون لنا يعني زي أنه لازم الإنسان كل ما زادت ثقافته أو كل ما زادت شهرته لازم يزيد تواضع. يعني شوف الغرس اللي كانوا يغرسونه فينا صراحة، مربين أفاضل أفاضل أفاضل. وأنا في هذه اللحظة يعني أدعي لهم من كل قلبي، لأنهم زرعوا في أمل وغرسوا في أمل أشياء جدا جميلة. ما صار عندي رهبة من المسرح أو أني أمسك المايك أو أني أطلع لايف حتى في التي في أو كذا، ما عندي أي رهبة. يعني علموني أسس، لما أنا كبرت الآن حسيت بالنعمة اللي أنا كنت عايشة فيها، وهذه من أجمل التجارب اللي مرت بحياتي. وأقول لكم، بس اسمحوا لي أقول لكم، عمري 9 سنوات وكتبت قصة لإذاعة الرياض، قصة كاملة. طبعا في كان وقتها الله يذكره بالخير أستاذ كمال سرحان، مصري الجنسية، كان هو المخرج، عمل السيناريو ووجهني كيف أنا أتقن التمثيل، وجهني كيف يعني كمية تحفيز أخذتها من الإعلام وأنا صغيرة، وأنا ممتنة لكل لحظة قضيتها هذيك الفترة صراحة. التعلم عن بعد سوف يتيح الفرصة لاكتشاف المواهب في مراحل
الطفولة والابتدائي والإعدادي والثانوي، ويتوجب على المعلمين تكليف الطلبة بالأنشطة التكنولوجية التي تصقل مهاراتهم، ويستخدموا التقنية في الأيقونات السليمة المفيدة إن شاء الله. العفو مهندسة أمل، ما ذكرته هو خير شاهد للتوضيح، أن الطفل حينما يكون مشهورا وفي بيئة أكثر وعيا، بيئة ترسخ جذوره في تربته، في محيطه، في أهله، في عقيدته، في فيدخل وهو محافظ على نفسه، حتى إذا كبر يعيش حياته الطبيعية، زواج، أسرة، أطفال، يستمتع بالصغيرة بالكبيرة، ردود أفعاله جيدة، ما تكون عندها، ما يقضى على حياة الطفولة. فأنت خير المثال لذلك، لأننا حقيقة نقتدي بك في طرحك وفي أسلوبك وفي تقديرك للجميع. فليس كل مشهور أو كل طفل مشهور يصل إلى الغرور أو يصل. البيئة لها دور مهم في احتوائه. ما شاء الله تبارك الله، تشيرين إلى نقطة هامة جداً في مسألة الشهرة، بأن الإعلاميين يحتاجون إلى التربية. لا غنى للإعلام عن التربية، ولا غنى للتربية عن الإعلام. فالتربية الإعلامية نحتاجها كثيرا في تربية المواهب وتنشئتهم تنشئة صحيحة، واستخدام الإعلام بالصورة المشرفة. أتذكر هناك برامج الأطفال في التلفزيون السعودي كانت موزعة على المدارس الأهلية، فكل مدرسة تعمل برنامج أو فقرات البرنامج في حلقة من الحلقات، وتعرض بناء على التدريب المتقن من قبل الهيئة الإعلامية والهيئة التربوية في المدرسة. وهذا ما يجدر بنا في الوقت الحاضر أن نستمر عليه، بأن التعاون ما بين الإعلام والتربية والثقافة في خطة دقيقة لتنشئة أطفالنا لاستثمار مواهبهم الإعلامية في الأيقونات السليمة إن شاء الله. الحقيقة صورة معبرة جدا، وأحب أن أضيف شيء مهم جدا. أولا شكرا للأخوان والأخوات الذين تداخلوا فعلا معنا وأثروا هذا الحوار الجميل الرائع، وحقيقة معلومات كثيرة أدلوا بها مهمة جدا، نقاط مهمة جدا، والكل لديه يعني فكر يتميز به ولديه معلومات ليست لدينا أو لدى الآخرون. أتمنى الكل أن يشاركنا في هذا الموضوع. هذه الصورة فعلا نحن نحكم على الأطفال بالقضاء على طفولتهم وعلى براءتهم وعلى هذا المكون الطبيعي في فترة من فترات حياة الإنسان. صورة معبرة جدا مهندسة أمل، وإعداد راقي قوي جدا حقيقة، يعني استوقفتني كثيرا جدا. وهو فعلا نحن نشنق حياة الأطفال. لماذا؟ هل للمال أم للشهرة أم لأمور أخرى؟ نحن نشاهد كثير من الأطفال الآن في الحروب، نشاهد كثير من الأطفال في الأعمال الصعبة جدا، نشاهد كثير من الأطفال في السوق أو الأعمال التي يجب أن يكون فيها الكبار، وليسهم هم لهم عالمهم ولهم وقتهم الذي يعرف يعني يجب أن يكون لهم ليبدعوا فيه.
ويمتعون للكبار، يعني الأطفال عندما يكونون ببراءتهم ويكونوا على طبيعتهم هم متعة أيضا للكبار، يستمتع الكبار بهم وببراءتهم وبطفولتهم، وخاصة الأم فعلا تستمتع بتربية أطفالها وهم على براءتهم وهم على سجيتهم. موضوع جميل جدا، أتمنى كل أن يشاركنا اليوم، حفظكم. استغلال الأطفال للشهرة، هنالك مثل الفنانة نانسي عجرم حينما غنت وهي في سن صغيرة، تصورت راح تغني أغاني أطفال، لكننا فوجئنا أعدوها إعداد يوحي أنها يعني بنت كبيرة وشابة، وبقيت واثقة من نفسها أنها تغني أغاني عاطفية إلى أن وصلت إلى سن الشباب وأكملت. أعتقد مثل هذا السلوك من قبل القائمين على إعداد طفلة لتغني أغاني عاطفية وأغاني كبار لا يخص أنها، يعملون على انفصام الشخصية و يعني اضطراب نفسي وما إلى ذلك من أمور يجب حماية الطفولة منها. وهنالك نوع خاص من التعدي على حرمة الطفولة، هنالك صناعة ونشر الصور غير الأخلاقية والتي تعد جريمة في كثير من الدول، خاصة تلك التي تستهدف أو تستخدم الأطفال والتي لا تقرها أي قوانين دولية، حيث تشير الأرقام أن 89% من الإغواءات للأطفال والمراهقين تتم في غرف الدردشة، وأكثر من 20,000 صورة جنسية في حالات مخجلة ومعيبة تبث عبر شبكة الأنترنت أسبوعيا، وذلك للكسب المادي من قبل يعني فئات ضالة تستخدم الأطفال كمادة للنشر والتكسب.